يقول السائل: إذا وضعت صورة عالم من العلماء على شاشة جوالي لكي أتذكره وأترحم عليه لأنه قد مات، قل هل صحيح أن هذا من الغلو والمنهي عنه؟ نعم، ما تضع الصورة، الصورة ما يجوز، ما يجوز حملها ولا الاحتفاظ بها إلا لضرورة، هذه ما هي بضرورة، ما هي بضرورة، قد يكون من الغلو هذا، يكفي أنك تدعو له، تستغفر له. نعم.